بعد التحية أحمد، إذن مجموعة الدعم الدولية كما هو ظاهر على الشاشة يطالب مجلس النواب وأيضا القوى السياسية بأن ينتخبوا رئيس جديد، لأن من الواضح أن فترة الشغور الرئاسي طالت ما يؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، فكيف تبدو الأمور في هذه النقطة؟ تحياتي لك في البداية حساني. بالفعل هناك قلق شديد بشأن الفراغ الرئاسي واستمراره بعد دخوله الشهر الخامس على التوالي دون أي أفق للتوافق حول انتخاب رئيس جديد. فكانت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والتي تم تشكيلها قبل قرابة 10 سنوات بالتعاون مع الرئيس اللبناني الأسبق بشير سليمان، وأيضا والتي تشارك فيها أيضا حكومات الصين و فرنسا وألمانيا وعدد من الدول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، أيضا أصدرت بيانا مشتركا المجموعة وحثت مجلس النواب اللبناني على الإسراع في إجراء وإجراءات انتخاب رئيس جديد للبلاد. من الموضوعات أبرزها الملف القضائي والإسراع في الوصول إلى الجاني في تحقيقات انفجار ميناء بيروت واستئناف مسار التحقيقات في هذا الملف، كما تطرقت أيضا إلى عدد من الشؤون الاقتصادية في البلاد وعلى رأسها تنفيذ خطة الإصلاح والإنقاذ والتعافي التي مر على توقيع الاتفاق المبدئي بين لبنان بشأنها قرابة 11 شهرا حتى الآن. فالمجموعة حذرت في بيان شامل من خطورة التمادي في الفراغ الرئاسي وتأخير الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة بما ينعكس على أوضاع الشعب اللبناني الذي ارتفعت في نسب الفقر بشكل غير مسبوق ومعاناة كبيرة في كافة الملفات المعيشية والحياتية. نعم، هل هذا أحمد يعني له علاقة بأن لبنان لم يبرم للآن برنامجا ماليا واضحا مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي هذه المجموعة تتخوف من انخفاض وهبوط سعر الليرة أكثر من ذلك؟ بالتأكيد مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان أعلنت أيضا في بيانها أمس اللبنانية ستقف إلى جانب الشعب اللبناني، ولكن على المسؤولين السياسيين عن الدولة اللبنانية وتحديدا في مجلس النواب الإسراع في الخطوات الكفيلة بمنح الفرصة للداعمين والدول الصديقة والدول الشقيقة للبنان للمساعدة والخروج من المأزق الراهن في الدولة اللبنانية. يبدأ لدى المسؤولين السياسيين للدولة اللبنانية خطة الإنقاذ والتعافي تم التوافق عليها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي في شهر إبريل الماضي. مضى على هذا الاتفاق المبدئي 11 شهرا، وكان من المتوقع أن يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي بعد 3 أشهر فقط، أي في شهر يوليو الماضي، ولكن لم تكن هناك أي مبادرات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والقوانين والتشريعات المطلوبة في مجلس النواب. لم ينجز من خطة الإصلاح والتعافي سوى قانونين فقط تم الموافقة عليهما وإقرارهما في مجلس النواب، أما باقي الخطوات سواء من قانون الكابيتال كنترول أو خطة إنقاذ إصلاح المصارف أو خطة الفرض أو تعديل الصيغ المالية وفكرة الإصلاح المالي في لبنان وتوحيد سعر الصرف، كل هذه الأمور لم تحدث منها أي شيء على الإطلاق داخل المجلس النيابي ولا في الحكومة اللبنانية. والحكومة اللبنانية تقول أنها حكومة تصريف أعمال وأن هذه المرحلة ربما لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لمناقشة مثل هذه الأمور. لذلك يرى المراقبون أو يعني الفاهمون للأمور في لبنان أنه بتخوفات وقلق مجموعة العمل الدولية يرجون أن يكون هناك توافق سياسي من أجل ملء أو سد هذا الفراغ الرئاسي أو الشغور الرئاسي. أشكرك إذن من بيروت العاصمة اللبنانية أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي مباشرة.